بسم الله الرحمن الرحيم. اليوم راح نعطيكم الأدوات اللي تحتاجوها إذا أردت تشتغل بمجال الإلكترونيات، بمجال التصليح. أول شيء جهاز أوفر ميتر أو كلاب ميتر، تقدر تستخدمه للغرض. يكون هذا الجهاز أو هذا الجهاز، ماكو فرق بيناتهم، نفس الفكرة. هذا الشيء الأول تحتاجه لغرض فحص القطع الإلكترونية. ويحتاج لك ان تشوف مقاطع فيديو على كيفيه قياس الدايود، المقاومه، البايرستر، كونديسر، اي شيء، فتقوي معلوماتك بطريقه فحص القطع الالكترونيه بهذا الجهاز. هذا الشيء الاول اللي تحتاجه. الشيء الثاني يحتاج لك هاي الشافطه. هاي الشافطه واجبها ان تخلع لك السولدر بعد ما تحميه بالكاويه، تدوسها منها وتخلع لك السولدر حتى تقدر تفتح القطعه الالكترونيه من الكارت. هاي الشغلة الثانية. الشغلة الثالثة عبارة عن كاوية بمواصفات جيدة حتى تقدر تستخدمها لغرض اللحام وتصليح القطع الإلكترونية. هاي الشغلة الثانية اللي تستخدمها. الشغلة الأخرى هي مجموعة قطع إلكترونية تحتاجها دائما لتصليح الأجهزة. الشيء الأول هو مجموعة من الفيوزات، كأن يكون فيوز زجاجي أو فيوز نوع آخر. هذا فيوز زجاجي، خليني اشوفكم اياه. قطعه من عده، اسعاره كلش مناسبه ورخيصه. او تقدر تستخدم فيوزات نوع ثاني اللي احنا نسميه الفيوز الدائري. هسه اشوفكم قطعه من عده. هذا يجي بالقطع الالكترونيه، يكون بهذا الشكل. دائما نستخدمه بالقطع الالكترونيه الحديثه، الكارتات الحديثه. الشغله الاخرى اللي نستخدمها، انا جايب لكم هنا نموذج معين. هذا الفيوز اللي حكينا عليه يكون بهالوضعيه، فيوز دائري، هم اسعاره كلش رخيصه. اذا ورا الفيوز الدائري اللي نحتاجه هو الفايرستر. الفايرستر ايضا هذا هو، هذا كلش مهم، لانه اول ضربه الكهرباء تكون بالفيوز والفايرستر. فهذا هو الفايرستر، شوفكم اياه، هم اسعاره كلش رخيصه. هذا القطعه الثانيه تحتاجها. الشيء الثالث عباره عن دايودات، اما دايودات تكون بهذا الشكل او على شكل قنطره تبريج دايود. هاي الشغله الاخرى نحتاجها. مجموعه من المكثفات، المكثفات هذه مثلا، هذه لسه لا تستخدم، 47 مايكرو فاراد، 450 فولت. او تجينا مكثفات 1000 مايكرو فاراد 50 فولت، تستخدم للباورات ايضا بالنسبه للشاشات وقسم من الستلايتات. اكو مكثفات اخرى 1016 فولت، 1016 فولت ايضا تستخدم بكثره بالستلايتات. هاي الاشياء الرئيسيه. اذا اردت تصلح كارتات تشينج اوفر، يعني هذا الكارت تشينج اوفر، هذا الكارت تشينج اوفر، فيحتاج لك الى الريلي، ريلي 24 فولت 30 امبير حتى تقدر تصلح به. واذا اردت تشتغل بمجال التشينج اوفر، هذا هو التشينج اوفر، اذا اردت تشتغل به فيحتاج لك هاي الريليات ومجموعه كارتات جاهزه تكون للتصليح، يعني بحيث اذا كارت تالف كليته تقدر تذبه وتخلي هذا الكارت وتلحم عليه الارجل. طريقة لحام الأرجل كل سهلة، سنعلمكم عليها أيضا. عندنا يحتاج لك أيضا قسم المحولات، محولات 12 فولت. هاي المحولات تكون منها طرف دخول، هسه نجي اشرح لكم عليها، وطرف خروج. عندنا هذا مشترك الصفر و 12 منها وال 12 منها، إذا تاخذ الطرفين منها يصيرن 24. فهاي تحتاجها أيضا بالتصليح والصيانة. هاي تقريبا اغلب الشغلات اللي تحتاجوها بصيانة قطع الكترونية. وتقدر تشتري من القطع القديمة الخردة مجموعة من الستلايتات او الكارتات تخليها يمك احتياط. فمثل ما تلاحظون هاي المواد كلها ما تكلفك تقريبا يعني حوالي 25000 دينار كليتها ما تكلفك 25000 دينار. تقدر تصلح بها بالبيت او خلال ورشه. فحبينا ندليكم على هذا الطريق، طريق الصيانه، مجاله حلو وواسع وشغله حلو، واتمنى لكم التوفيق.